صبح أنا وليلك بلشنا نختار أو نعرب المصطلحات الجبنة. حلو. فمن ضمن جبنة بارميزان البرمجانو شو بدنا نسميها بالعربي؟ قلت لهم جبنة الجميد. جد؟ تعرف لأنها هي بتتعتق مو قصدك مثل الجميد؟ ومالحة. ومالحة طيب. آه شو غيره؟ يعني كمان الموتزاريلا سميناها جبنة المط. المط جبنة بتمط. طيب طيب تشدر. الشدر يعني جبنة الصفرة طول عمرها. جبنة الصفرة صحيح. جبنة هي أصلا لحالة يعني جبنة الصفرة. آه جبنة الصفرة. آه وفي جبنة السايحة هاي اللي أنا اللي هي إيش التشدر مش التشدر الحقيقية اللي هي اللي فيها هاي أنواع معينة اللي بتيجي هيك زي القالب الكريم شيز نسميها بتسيحها. إيش اسمها؟ كشكوان. مش كشكوان غير الكشكوان. لحظة في غير الكشكوان اللي هي عرفتوها أنتوا إيش قصدي التشدر اللي بتكون بالعلبة الحديد خلينا نقول وفي زيها صار مستطيلة. آه هي شو هاي الجبنة أصلا؟ يعني هي بسموها الجبن المطبوخ. مطبوخ. مطبوخ. حبيبتي سلمى الله يصرنا يا سلمى. مطبوخة مطبوخة. جبنة مطبوخة أنا بسميها جبنة السايحة.